دوري احنا العصابه اللي بتطارد الشرير، الاشرار اللي بتطاردوا الشرير، فاحنا الحكايه كلها شر في شر يعني، بس الشر ده ابو خفيف. ملابس مش انا اللي اخترتها، احنا بختارها من خلال ستايلست، بنقعد مع بعض ونتناقش ونشوف ايه انسب حاجه. فهي شافت ان اللبس ده لان هو كله بيمثل يوم واحد، فاحنا هنلبس طقم واحد هنجري بيه طول الفيلم. عجبني اللبس واشتغلنا على هذا الاساس يعني. لا احنا المجموعه كلها دمها خفيف، الاستاذه ياسمين صبري والاستاذ امير قرار، احنا كلنا زملاء واخوات، وكان بيجمعنا قعده لطيفه قبل الشغل، بنقعد نضحك ونتبسط يعني. الناس عادي يعني، احنا ده شغلنا يعني. ومش اول مره اشتغل مع الاستاذ المنباوي، الاستاذ حسين مخرج كبير وشرفنا اشتغل معاه، وانا لسه مخلص معاه مسلسل سوق الكانتو في رمضان، وانا بحب طريقته في الشغل، واحنا متفاهمين. هو مخرج انا بفهمه بالنظره يعني، مخرج هايل. ولا كان بخوفني المشهد اللي احنا راكبين فيه عربيه وطالع بجسم كله بره والعربيه بتجري بسرعتها، انا والاستاذ باسم سمره، فده كان بخوفني انه كان ممكن يحصل حاجه، والحمد لله عدت يعني على خير. بقول لهم تعالوا هتتبسطوا، كل سنه وانتم طيبين، فيلم عائلي جميل مش هتخجلوا منه، هتتبسطوا انتوا واولادكم، ويوم سعيد عليكم يا رب، ويا رب عيد سعيد على الجميع.